أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي المنوع بعيدا عن السياسة. اكتشف صبي يبلغ من العمر 7 سنوات من أقصى شرق روسيا أحفورة زاحف بحري عملاق من عصور ما قبل التاريخ منذ نحو 247 مليون سنة. وأعلن مركز برومريسكي لأبحاث الأحياء المائية العثور على الرفات من تلميذ المدرسة ديمتري سيرينكو عندما كان يتفقد ساحل جزيرة روسكي مع فريق من عشاق الديناصورات المحليين. وقال يوري بولوتسكي رئيس قسم علم الأحافير، قال إن هذا الاكتشاف أثار اهتمامه لأن الجمجمة والعمود الفقري ربما لا يزالان سليمين. تستعد بلدة أوروكا جنوب مدينة بورتو البرتغالية لافتتاح أطول جسر معلق للمشاة في العالم أمام الزوار، وتعرض لقطات جوية خلابة أخذت للجسر المعلق بين الجبال والذي يعد نقطة وصل بين شلالات أوغويراس ومضيق بايفا. ويعد جسر أوروكا الذي يبلغ طوله 516 مترا غير مخصص لضعاف القلوب نظرا لارتفاعه البالغ 175 مترا وأرضيته شبكية التصميم التي تتيح رؤية بانورامية فوق نهر بايفا ويستغرق قطعها 10 دقائق. أسس 4 طلاب أتراك في جامعة بورصة التقنية شركة لإنتاج طائرات مسيرة شخصية تمتلك ميزات خاصة حسب طلب الزبائن سواء للمرح أو إنجاز الأعمال وسط تنامي تلك الصناعة في تركيا. الشركة التي تحمل اسم ماي فلاي تهدف إلى إنتاج كميات كبيرة من الطائرات المسيرة بميزات وأشكال تراعي طبيعة الأعمال الخاصة التي ستقوم بها، وأنتجت تلك النماذج من حيث التصميم والمكونات والبرمجيات بموارد محلية قبل أن يتقدم الطلاب بطلب إلى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية التركية للحصول على براءة اختراع. كشفت شركة إيطالية عن أول قارب في العالم صمم وصنع من الألياف الزجاجية بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وذلك في معرض جنيفا للقوارب 2020 بإيطاليا. وتضفي الألياف الزجاجية الحرارية على القارب متانة فائقة وخفة متناهية في الوزن، ويتسم أيضا بمظهر بالغ الإثارة والجمال. اصطف عشرات من الركاب في طابور بمطار كيتاكيوشو الياباني للوصول إلى طائرة ستار فلاير للتمتع بالإمكانية الفريدة لمشاهدة السماء الاصطناعية المليئة بالنجوم. وقال أحد الركاب: لقد كانت جميلة ومثيرة للإعجاب كما لو كنت قد ذهبت إلى الفضاء. وثبت ما مجموعه 6 أجهزة عرض على متن الطائرة تستطيع كل منها عرض 1,000,000 نجمة، وصفت المعدات أسفل ممر الطائرة لإنتاج سماء مرصعة بالنجوم في المقصورة. عثر فريق من علماء الآثار الأتراك على نقوش مكتوبة باللغة اليونانية القديمة
تعود إلى نحو 1700 عام، وذلك على جدران كهف في ولاية كرمان جنوبي البلاد. ويقع كهف العين المحاط بالمساحات الخضر على منحدر شديد في قلب واد عميق شكله نهر كالكيدنوس التاريخي المعروف باسم نهر جوكسو، والذي يتميز بلونه الفيروزي. ويحتوي الكهف على عدد كبير من المقرنصات والصواعد والنوازل، فضلا عن بركة ماء يكون الدخول إلى الكهف زحفا من خلال ممر ضيق. نجحت مركبة فضائية تابعة لوكالة ناسا بالوصول إلى سطح كويكب بينو وأخذ عينة من الجرم السماوي، إذ أعرب موظفو ناسا في دنفر عن بهجتهم بالهتافات احتفاء بالمهمة الناجحة. وكانت المركبة الفضائية أوسيريس ريكس التي أطلقتها ناسا في عام 2016 تحوم في مدار حول الكويكب لمدة عامين استعداداً للمناورة. وأشاد كبير علماء ناسا دانتي لوريتا بالعملية قائلاً: لا أصدق أننا في الواقع قمنا بها، إنه أمر مذهل. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. شابان فلسطينيان من ذوي الاحتياجات الخاصة يديران منذ سنوات مخبزاً في قرية دير بلوط في الضفة الغربية. الكفيف محمد طباطبة يعمل في المخبز برفقة أخيه نور الأبكم والأصم، حيث كانا يتواصلان عبر لمس الأيدي في لغة تواصل خاصة بهما طورها عبر السنين. وشرح محمد كيف تمكن هو وأخيه نور من تجاوز الإعاقة الناتجة بسبب درجة القرابة بين والديهما. التفاهم عبر لمس الأيدي وإصدار الأصوات في بعض الأحيان هي اللغة الوحيدة التي يتفهم بها محمد ونور. الإعاقة إحنا يعني عشان الأهل قريبين على بعض، وعشان قريبين على بعض صارت معي الإعاقة أعي ومع أخوتي. احنا عشان لنا عمر مع بعض وعشان متفاهمين مع بعض، فيعني احنا تعودنا على بعض، يعني هو متعود عليه وانا متعود عليه الحمد لله. احيانا انه هو بلفظ رفض، احيانا انه بحط ايده على ايده وبفهمني. وعبر محمد عن حلم الاخوين بان يتطور هذا المشروع ويصبح كبيرا باضافات في نوع العمل والتجاره. أحلمي في المستقبل إنه هذا المشروع يتطور لقدامه وإنه يصير يبيع كرشل وحمام وشغلات. كما نقل محمد رضا أخيه نور عن العمل في المخبز الذي يؤمن عملاً مستقراً بدخل ثابت، بخلاف العمل الموسمي في قطاف الزيتون الذي ينتهي حال انتهاء الموسم. وافتتح الشقيقين المشروع منذ قرابة 8 سنوات، واستطاع خلاله خلق سمعة جيدة وجذب زبائن من أماكن مجاورة.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. اليوم سنتحدث عن تسوس الأسنان وأنواع تسوسات الأسنان. ليس جميع تسوسات الأسنان تؤدي إلى الألم، لذلك فأكثر الناس يكون عندهم تسوسات بس هم ما عندهم علم أنه سنهم متسوس
لحد ما يصير عندهم ألم ويروحون إلى دكتور الأسنان. طبعا دكتور الأسنان يعني دائما ننصح بمراجعة الدكتور بشكل منتظم على الأقل كل 6 أشهر، لأنه بعض تسوسات الأسنان ما تكون عميقة ولا تؤدي إلى الألم. فلما يكون عندك ألم في سنك فمعناته يعني التسوس هذا رايح عميق جدا. طبعا إذا كان التسوس ليس عميق جدا ممكن أنه ننقذ السن بحشوة بسيطة، بحشوة ضوئية، بدون أنه نسحب عصب السن، وبذلك إحنا نكون طبعا أنقذنا حيوية السن. طبعا لأنه إذا انسحب عصب السن فراح تروح كل الإحساسات على المي البارد الحار، هاي كل الإحساسات تروح بعد سحب عصب السن. ولكن إذا تأخرنا في مراجعة الطبيب فهذا التسوس راح يوصل إلى قنوات الجذر، مما يؤدي ويجبر الدكتور إلى سحب عصب هذا السن، وبذلك ستنتهي حيوية هذا السن. طبعا بعد سحب العصب ستنتهي جميع آلام الأسنان، ولكن حيوية السن كلها راح تروح، فراح السن يضعف. وأكثر دكاترة الأسنان ينصحون بتلبيس السن حتى بعد سحب العصب، فلما تكون هاي الحشوة كبيرة تكون يعني أكثر قابلية إلى أنه تنكسر الحشوة إذا أكلنا عليها أشياء قوية. فلذلك ننصح بتلبيس هذا السن لكي نستطيع يعني أن نستخدمه لسنوات طويلة. بعد ما الدكتور يحش الأسنان اللي بعدها ما واصل إلى العصب، طبعا هاي الحشوات راح تحتاج إلى عناية أكثر. يعني مو أنه والله سويت حشوة وراح يروح الوجع وراح تروح كل التسوسات، لا، إحنا لازم ورا من حشي أسناننا لازم نحافظ عليها أكثر من الأسنان العادية. شكرا لكم على حسن متابعتكم، ونراكم في الحلقات القادمة إن شاء الله.